السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم يا أصدقائي إحنا نعمل فيديوهين وحيكون الإشي مختلف. هاي المرة حنعمل عن ماينكرافت، وهاي المرة كمان حنعمل إنه مين حيعمل البيت الأحلى. وكمان الفيديو المرة يعني الفيديو الثاني حنعمل البحث مين أول واحد حيلاقي الدايموند. هلا بنرجع لكم بعد شوي، وطبعا مع أصدقاء. وأول إشي أختي العزيزة، طب بدي أسلم عليهم. مرحبا. ويوسف صديقي حبيبي. وهلا حنروح لابن عمي، بس عشان تعمل حالي كول وانسى، يعني انت بتعرف. هلا هاي الغرفة الجميلة، طلعوا هاي اصدقائنا، هاي ابن عمي الكول، سلموا عليه. سلم عليهم. مرحبا. هلا نركزها عشان نبلش نبدأ، طبعا حنمشي الوقت عشان ما تزهقوش. هلا بدنا نبدأ، يلا باي. هاي رجعنا، هسه حنبدا استمتعوا. طبعا هاي كاميرتي، هاي كاميرا. Ah!
هلا هون بنفوت ندخل هون رح تكون يعني غرفة المعيشة وهيك ممكن احط فيها اغاني ممكن احط فيها اغاني هون مدخل السويمينج بول بعديها بنطلع فوت لهون نلاقي الطابق الثاني عشان نعمل مدخل فهيو وهيك يعني في فيو حلو بعديها بس نروح للطابق الثالث هيك بيكون كمان في فيو وهون الستور هلا دور طارق انا هاي بيتي مثل الطوابق هون ما عندي برندا عشان الديار هون يقعد هنا غرفة المعيشة فوق هون في زي ورد هون زي كنباي سحب الديار والغرفة هون هون في بامكن اسمها جاك ولانترن عشان الضوء واتخذت وهنا حطيت هدول في كمان ستور ارجيكم اياه الستور هون حطيت شالكر هنا الفول هون الود هون الجلاس وهون الماتيريالز زي هدول الاشياء وبس هيك بيتي هلا بدنا ننتقل ليوسف طبعا هاي بيتي اول اشي هون المدخل شوف هاي زيني ورد وهون ريد كارب هون الفوت بيت يعني طب شوف هون لون هاي المدخل هون عامل طاولة صفرة كبيرة على المدخل في ورد وهيو طبعا هنا الكاست هنا التخيط هنا الفرن هنا الكرافتنج تيبل وهنا زينة وهنا الورد بس هلا نلتقي للسوسو انا مدخل بيتي اول شيء بتدخلوه كدرج بعدين بتركبوا زي قطار بعدين بعد القطار بتوصلوا لباب البيت هون زي في غرفة معيشة هون وهون ايها استب شوي الكاميرا زنخة شوي اكير وهون غرفة نومي هون زي حطيت زي مكتبة صغيرة جنبي وهون اختختي وهون حطيت وردة زي الرزينة وهون التست محطوط فيه اغراض بس وصلنا لاخر مقطع الفيديو اعمل شير ولايك سبسكرايب وحاولوا قد ما الله يعطيكم انه تعطونا زي ما قلتوا بشوي وعشان نعطي كمان فيديوهات واكتب بالكومنت ايش مين بيته احلى طيب بيتي من برا اكيد انا يا حبيبي يلا احكوا